السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا صغاري؟ أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا في صحة جيدة. سنتعلم اليوم القاعدة النورانية، فحاولوا معي أن تتعلموا القراءة الصحيحة للقاعدة النورانية. استعدوا. بارك الله فيكم. هيا نحاول أن نقرأ القاعدة النورانية معا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول، حروف الهجاء المفردة. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، ياء، ياء. هيا معا نحاول مرة أخرى. هيا يا صغاري حاولوا مرة أخرى. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، ياء، ياء. هيا معا نحاول مرة أخرى. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، ياء، ياء. يا صغاري بعدما تعلمنا الدرس الأول من القاعدة النورانية، تعالوا معا نتعلم صورة من صور القرآن. استعدوا ورددوا معي الآيات الكريمة. حاولوا أن تقرأوا معي بصوت جيد. سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. هيا معا نقرأ الصورة للمرة الثانية. بارك الله فيكم. الناس،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بارك الله فيكم، أحسنتم وجزاكم الله خيرا. هيا نحاول مرة أخرى. الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. جزاكم الله خيرا على هذه القراءة الجيدة. والآن بعدما تعلمنا صورة الناس والقاعدة النورانية الدرس الأول، فلنحاول مجددا أن نقرأ مع الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. جزاكم الله خيرا في نهاية هذا الدرس. أرجو منكم حفظ الصورة جيدا وترديدها مع الوالدين وقراءة القاعدة النورانية. بارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله.